السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات مدرسة توليب والياسمين الليبية، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الأحياء للصف العاشر. النهاردة هنستكمل ما بدأناه من مراجعة. نبدأ بمراجعة اليوم، مراجعة الوحدة الخامسة، التأثير الدوار للقوة. أخذنا مع بعض لو أنتم فاكرين إن مبدأ العزوم زي ما احنا شايفين، لو انا حاولت ان انا فتح الزجاجات او فتح باب المنزل او عجله القياده كلها بتعتمد على مبدا مهم جدا اسمه مبدا العزوم. تمام، المومنت. تعال نشوف مبدا العزوم ده كان بيقول ايه. بيقول ان عزم القوه، عزم اي قوه، بيساوي القوه في المسافه العموديه مع خط عمل القوة إلى محور الارتكاز. تمام؟ يبقى بيساوي القوة في المسافة العمودية من خط عمل القوة إلى محور الارتكاز. محور الارتكاز فين؟ في أي حاجة مثلا، أو الجزء اللي بيتحرك منه، وليكن هذا الباب زي ما شايفين ده محور الارتكاز بتاعه. الخطوات بتاعت الباب شايفينها أهي. تمام؟ هنا ده محور الارتكاز زي ما شايفين هنا. تمام؟ وادي القوة. وادي الخط. تمام، اهي المسافه العموديه من خط عمل القوه الى محور الارتكاز، ادي المسافه العموديه هنا هنا. تمام، او من هنا لهنا، لو انا هفتح من هنا لهنا او هنا لهنا. تمام، طب تعالى نشوف كده عزم القوه اهو زي ما احنا قلنا بنرمز له بالرمز ام، بتساوي الاف في الدي. الاف اللي هي القوه انا بدفع بيها. تمام، في المسافه العموديه، ودي محور الارتكاز. تمام، طب وحده قياسه ايه؟ وحده قياسه نيوتن متر، لان الفورس دي القوه دي بتقاس بالنيوتن، اما المسافه تقاس بالمتر. ما ننساش الكلام ده، عشان وانا بحل مسائل لازم اهتم بالوحدات بتاعتها، بحيث لو جت بالسنتي ممكن احولها لمتر او تلف. طيب انواع العزوم قلنا في نوعين. تمام، في نوع في عكس اتجاه عقارب الساعه بيتحرك في هذا الاتجاه، اهو انا ببذل قوه في عكس اتجاه عقارب الساعه، ونوع اخر في اتجاه، تمام، حركه عقارب الساعه بهذا الاتجاه، ادي مركز الارتكاز وانا باثر بقوه في اتجاه عقارب الساعه. اتكلمنا على ان جزء مهم جدا، اخذنا المثال ده. تمام، اللي بيوضح ان العلاقه بين المسافه والعزوم علاقه ايه؟ علاقه طرديه. تمام، كل ما المسافه تزيد، تمام، العزم يزيد، كل ما المسافه تقل العزم يقل، وهكذا. لذلك يفضل عند ان انت لما تيجي تفتح حاجه يكون ذراع القوه ده، الذراع ده يكون طويل عشان يخلي العزم اقوى، لان العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. الام بتساوي الايه؟ الاف في الدي. تمام، بالمبدا بتاع العزوم ده بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه لما نيجي نعمل عمليه توازن الاجسام. يبقى مبدا العزوم، هذا المبدا هو من توازن الاجسام عند توازن عزوم جميع القوى الفاعلة. تمام، عند نقطة معينة عند نفس محور الارتكاز. تعال نشوف كده مثال على ذلك. تمام، شايفين كده الأرجيحة دي أهي، الأرجيحة دي بتعتمد على مبدأ العزوم في. تمام، إزاي يحصل هذا التوازن بين أم وابنها؟ تمام، رغم إن الأم الوزن بتاعها أثقل من الطفل. المسافة هنا قلنا زي ما هنا، زي ما احنا شايفين المسافة هنا اهي، من القوة اللي هي بتبذلها نتيجة وزنها، وادي محور الارتكاز. تمام، المسافة بينهم أقل بكتير جدا من المسافة بين الطفل والايه ومحور الارتكاز، عشان تحصل عملية ايه؟ التوازن. تمام، وهم عملية التوازن دي بتخلي ان الـ 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 هذا المبدأ ينص على ايه؟ زي ما احنا شايفين
ان العلاقه بينهم الام هنا بتساوي الوزن في المسافه. نفس القصه هنتبعها هنا مع الطفل وامه، اهو ان الوزن في المسافه ودي الوزن في المسافه اللي بتاخدهم. لازم الاثنين لو بقوا يساووا بعض، لو بعد يحصل قد بعض بالظبط، يبقى العزوم في هذا الاتجاه اليمين يساوي العزوم في هذا الاتجاه اليسار، يحصل هنا ايه؟ عمليه من عمليه التوازن، يحصل اتزان. تمام يا شباب؟ لذلك احنا بنطبق هذا الامر عشان نعرف هذا الجسم متوازن ام لا، او ممكن يتوازن في اي موضع. طب ايه نص مبدأ العزوم؟ وناخد مثال عليه، مثال مهم جدا، الامثله بتاع الكتاب مهمه جدا يا شباب، دي اللي احنا بنركز عليها دائما في الامتحان. مبدأ العزوم بيقول بالنسبه لاي جسم في حاله توازن ان مجموع العزوم التي في اتجاه الحركه، في الحركه تقارب الساعه، يعني مثلا ده بيجذب كده وده بيجذب كده، واحد في اتجاه عقارب الساعه والاخر في اتجاه عكس عقارب الساعه، لازم يكونوا متساويين. يبقى بالنسبه لاي جسم في حاله توازن فان مجموع العزوم في اتجاه حركه عقارب الساعه حول اي نقطه تعمل كمحور ارتكاز، وتكن هذه النقطه محور ارتكاز، تساوي مجموع العزوم التي في عكس اتجاه حركه عقارب الساعه. يبقى مجموع العزوم في الاتجاه اليمين يساوي مجموع العزوم في اتجاه اليسار. ده بالنسبه لمثال الارجيحه. يبقى اذا فعلا يحصل نوع من انواع التوازن. تمام، تعال نشوف المثال ده. يقول لك يبين الرسم مسطره، ادي مسطره اهي منتظمه الشكل، منتظمه ومتوزعه ومتوازنه عند المركز، عند المركز بخط بخيط معلق، اسف، يبقى في خيط هنا معلقه في المسطره دي، وتحمل جسمين، واحد هنا وزنه 4 نيوتن والتاني وزنه انا مش عارفه مجهول. يقول لي اعطيني الوزن ده اهو، قال لي الشكل ده متوازن، شايفين؟ هو قال لي ده الجسم ده او المسطره المعلق فيها جسمين في وضع توازن متوازنه. اذا هطبق عليها ايه؟ مبدا العزوم، واقول ان العزوم في الاتجاه اليمين يساوي العزوم في الاتجاه الشمال، ومن خلالها اعرف العزم بيساوي ايه؟ القوه في المسافه. القوه اللي بتؤثر هذا الاتجاه هي ايه؟ قوه ايه؟ قوه الوزن. يبقى الوزن ده في المسافه، اذا الوزن في المسافه بتاعته 25 سم. بما انهم متوازيين يبقى لازم ده يساوي ده، يبقى هتساوي ايه؟ الوزن في المسافه ال 20 سم. خلاص؟ تمام جدا. من خلال هذه المعادله طرفين في وسطين، يبقى اذا الوزن اقدر اجيبه يساوي 4 في 25 يعني 100 نيوتن على السنتي، ودي 20 اقسمها على 20 هتطلع كام؟ تطلع 5 نيوتن. يبقى الوزن بتاعي يطلع 5 نيوتن بسهوله جدا نتيجه استخدامنا المبدا. تمام جدا. كنا خدنا الموضوع ده واجب لو انتوا فاكرينه، خدناه وقلنا ازاي بنجيبه، حليناه في الفصل بطريقه سهله جدا برضه باستخدام طريقه مبدا العزوم. طيب في حاجه اسمها مركز الثقل والثبات. يعني لو انا عندي جسم مش منتظم اقدر اعرف مركز الثقل بتاعه؟ طب لو جسم منتظم اعرف مركز الثقل؟ يعني ايه مركز الثقل؟ تعالى نشوف كده. يعني ايه مركز الثقل؟ مهم جدا. مركز الثقل يا شباب، مركز الثقل بأنه النقطة التي يبدو وكأن وزن الجسم الكلي يعمل من خلالها. تمام؟ ومش شرط تكون في المنتصف. تمام؟ لو أشكال غير منتظم، لو شكل غير شكل منتظم زي مربع، مستطيل، دايرة، هتلاقيها في السنتر تماما، ده المركز اللي أنا ممكن أعلق منه الجسم، تمام؟ وكأن كتلة الجسم كلها بتعمل من خلالها. وتلاقي الجسم في حالة اتزان. تمام؟ تعال نشوف كده مثال على الموضوع ده. لو أنا عندي أجسام هي سهلة جدا أعرفها في الأجسام المنتظمة زي ده، كورس كده أهو يبقى في المنتصف، حلقة يبقى في المنتصف، مكعب يبقى في المنتصف بتاعه، مكعب هتبقى برضو بهذا الشكل، عندك حلقة، عندك وانا
مربع ذو مركز منزوع وهذا الشكل يعني مفرغ من الداخل، عندك ثقل حديدي في الطرفين زي ما احنا شايفين متزن، يبقى نقطة مركز الثقل بتاعه في المنتصف تماما. طب لو انا عندي جسم غير منتظم اعرف اعمله ازاي احدد مركز الثقل؟ قلنا ايوه في طريقة معينة، او انا عندي مثلا جسم زي ده غير منتظم عايز اعرف مركز الثقل بتاعه فين، او النقطة اللي انا ممكن اعلق من خلالها اعلقه بخيط يبقى في حالة توازن تام. قلنا بالطريقة دي بجيب جسم وليكن بهذا الشكل غير منتظم واعمل فيه ثقوب كده خفيفة من الاطراف وابدا اعلقها بهذا الشكل في هذا الجهاز المكون من مسطرة تمام هنا وخيط رأسي ومركب فيه الثقل بهذا الشكل تمام، وأبدأ إن أنا أعلق بهذا الشكل هنا لحد ما يحصل توازن لهذا الشكل، وأبدأ أرسم خط بنقط بهذا الشكل، وأجي عند الثقب الآخر وأرسم خط بنقط بهذا الشكل، وأجي عند الثقب أعلقه وهكذا. فهتلاقي كل الخطوط تقابلت في نقطة أهي في المنتصف دي، ده مركز الثقل اللي انا ممكن اعلقه اللي انا بعتبر ان كل الجسم كلها تعمل من خلاله بطريقه سهله جدا. طيب تمام، كده عرفنا مركز الثقل. طب الثبات بتاع الجسم ده بيتم ازاي؟ تمام، قال لك في ثلاث انواع من التوازن خاصين بالجسم، لا اما ثابت لا اما غير ثابت لا اما متعادل. وعملنا هذا الكلام على كتلة مخروطية بهذا الشكل تمام، وقلنا أول شكل شايفين هو متزن واقف على قاعدة معينة كده، لو أنا حركت القاعدة دي وسبته تركته مرة أخرى إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي حركة المخروط يبدأ يعمل حركة ترددية يمين وشمال إلى أن يستقر مرة أخرى تمام. ده اسمه التوازن الثابت، ده ثابت تمام جدا. يبقى في هذه الحركة لما يتم المخروط بهذا الشكل ويبدأ يتحرك حركة ترددية إلى أن يثبت مرة أخرى، ده توازن ثابت. طب هذا التوازن لو أنا وضعت المخروط على رأسي كما وتركته إيه اللي هيحصل؟ هيقع، يبقى الجسم ده غير متوازن بهذا الشكل، يؤدي إلى إيه؟ عدم وجود. أنا وضعته هنا على قاعدة كبيرة من إيه؟ من شكل المخروط القاعدة الكبيرة، إيه اللي بيحصل؟ أجي أدفعه كده عشان يمين أو شمال، لا يمين بيتحرك بس، يتحرك إلى إيه؟ بشكل أفقي، لا إما يمين لا إما يسار، إذا ده اسمه إيه؟ توازن متعادل، تمام؟ دي أجسام ثابتة مثال. طيب تمام، قلنا في جزء مهم جدا 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 يا شباب. مثال المخروط اللي احنا قلنا عليه ان احنا قلنا ممكن نعمل زياده توازن، زي نعمل زياده توازن لاي جسم عن طريق حاجتين جدا، ان احنا نخلي مركز الثقل بتاعه منخفض الى قدر الامكان، يعني ليس اقل من منتصف الى اسفل، او ان احنا نخلي مساحه القاعده بتاعته عريضه جدا، عريضه تمام، القاعده بتاعته تبقى عريضه. لذلك السيارات زي ما احنا شايفين معظم السيارات اللي تقول لك ايه السياره دي عندها ثبات وهي ماشيه ليه؟ لان الاطارات بتاعتها بيخليها اطارات عريضه كبيره، مساحه القاعده بتاعتها بتبقى عريضه، وبالتالي وهي ماشيه على الطريق تبقى متزنه الى حد ما تمام. يبقى ممكن نحسن ثبات الجسم بحاجتين مهمين جدا زي ما هو مكتوب هنا، هنا هذا الجزء ده انا عملت عليه هايلايتر، يمكن تحسين ثبات جسمنا بخفض مركز الثقل وزيادة مساحة القاعدة. تعال نشوف كده خريطة المفاهيم اللي احنا هنختم بيها، وبعدين نشوف طريقة الأسئلة ممكن تيجي ازاي في الامتحان خاصة بهذا الباب. قلنا تأثير للدوار للقوة بيعرف بإيه؟ تأثير الدوار ده بإنه اسمه عزم القوة. طب تعرف إيه العزم؟ العزم بيساوي اسمه المومنت، الرمز بتاعه ام اهو، بيساوي القوه في المسافه تمام، حيث ان القوه الاف تساوي القوه تقاس بالنيوتن، والدي تساوي المسافه وتقاس بالمتر،
هي المسافة العمودية من القوة إلى محور الارتكاز. وحدة قياسه إيه هو؟ النيوتن متر، نظام الدولة. يوجد منه نوعان، قلنا نوع في اتجاه عقارب الساعة ونوع آخر في اتجاه عكس عقارب الساعة. وعندما يتساويان اللي بيحصل؟ بيحصل إيه؟ بيحصل مبدأ العزول، مبدأ العزول. لما يتساوى الجزء اللي على اليمين أو على الشمال بيبدأ بناخد حاجة اسمها بيبدأ يحصل مبدأ العزول. تمام جدا. نربط بينهم بما يلي، يرتبط العلاقة بين الاتجاه اليمين أو اتجاه عقارب الساعة والآخر عكس عقارب الساعة. نربط بينهم في حاجة اسمها مركز ثقل وثبات الجسم. قلنا مركز ثقل وثبات الجسم عشان يزيد، تمام، يزيد الثبات نستخدم حاجتين مهمين جدا، مركز ثقل منخفض نعمل قاعدة عريض. هنا نكون عملنا مراجعة سريعة جدا على مبدأ العزول. تعال نشوف كده ممكن تيجي الأسئلة إزاي. الأسئلة ممكن تيجي بهذا الشكل أهو، لك يعرف مركز ثقل الجسم بأنه إيه؟ بأنه هنختار النقطة التي يبدو وكأن وزن الجسم الكلي يعمل من خلالها. تمام جدا. طب يعني ايه عزم؟ عزم القوة بيساوي ايه؟ بيساوي القوة في المسافة العمودية ولا الرأسية ولا الأفقية؟ المسافة العمودية من خط عمل القوة إلى محور المركز. يبقى هيجي التعريفين دول ممكن يجي منهم تعريف مهم جدا. طيب تمام. ايه تاني؟ هل هتيجي في حاجة في صح وغلط؟ ممكن أهو يقول لك لزيادة ثبات جسم ما يجب أن تكون مساحة القاعدة عريضة قدر الإمكان. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ إجابة صحيح. طيب مبدأ العزوم بينص على إيه؟ أهو بينص على لأي جسم في حالة توازن مجموع العزوم في اتجاه حركة عقارب الساعة حول أي نقطة تعمل كمحور الارتكاز لا تساوي مجموع العزوم في اتجاه عكس عقارب الساعه. لا تساوي، الكلام ده صحيح؟ لا تساوي، ده عشان مبدا النص يقول تساوي، يبقى الاجابه دي خاطئه. لو بالنا من الايه؟ من الاشياء دي. طيب تمام. هل ممكن تيجي مسائل؟ اه ممكن تيجي مسائل، تعال نشوف. يبقى احنا اكتفينا بهذا الشكل في الموضوع. ادي مساله اهي ممكن تيجي بهذا الشكل، المثال اللي احنا خدناه وقلنا يا شباب ناخد بالنا جدا منه. احنا مبدا العزوم هنطبقه هنا، الاجابه هتطلع ايه؟ ده مثال محلول، الاجابه هتطلع فعلا 5 نيوتن. تمام. الى هنا نكون ان شاء الله وصلنا لمراجعه باب العزوم، تمام، أو تأثير الدوار للقوة. ونشوفكم إن شاء الله عز وجل في درس قادم مع مراجعة أخرى إن كان في العمر بقية. أراكم على خير إن شاء الله وبالتوفيق في الامتحان، وأنتظر منكم أي حد ليه استفسار عن ورقة العمل، أي سؤال مش فاهمه أنا تحت أمركم في أي وقت إن شاء الله. أنتظر منكم التعليقات أسفل الفيديو أو الأسئلة عن طريق الجروب الخاص بنا. والسلام عليكم ورحمة الله.